إيمانا من رئاسة الأركان العامة بأهمية التعليم ودوره في صقل منتسبي المؤسسة العسكرية والتطور في العلوم العسكرية، أقامت أكاديمية الدراسات البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية الأسبوع الماضي بمنطقة سيدي بلال بجنزور عرضا عسكريا واحتفالية بمناسبة تفعيل أكاديمية الدراسات البحرية بعد توقف العملية التعليمية والتدريبية فيها لمدة 10 سنوات. وحضر الحفل كل من اللواء جمال الحدودي مندوب عن رئاسة الأركان العامة، ولواء بحار مهندس نور الدين البوني رئيس أركان القوات البحرية، والعميد بحار رمضان العبدلي آمر أكاديمية الدراسات البحرية، وعدد من ضباط الجيش الليبي وأولياء أمور الطلاب. بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ومن ثم قامت فرقة الموسيقى البحرية بعزف النشيد الوطني، وبعدها تم إعطاء الإذن باستعراض الكراديس المتكونة من وحدات تعليمية لطلاب الأكاديمية البحرية والثانوية البحرية والقوات الخاصة البحرية وجهاز حرس السواحل. كما تم خلال الحفل عرض مجموعة من اللوحات الفنية تمثل فنون القوات البحرية في حماية الشخصيات وتمرينات تحاكي التصدي لعملية اقتحام وعرض الزوارق السريعة. في نهاية الحفلة تم تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في رجوع هذا الصرح العلمي المهم.